يا اهلا بينا. اليوم باش نعملوا حاجه حلوه. شنو الحاجه الحلوه؟ باش نعملوا غوفر بالشوكولاته. باش نوريكم كيفاش تجي قرموشه من برا طريه من داخل، سهله مهله ما فيها شيء. مرحبا بكم في دبارة خفلف. كان تحبوا على كل شيء مفسر لي زانغريديون والروسيت تجيكم امبيكابل نتاع الغوفر وتوليوا ما عادش تبدلوها جمله، تبعوا من لي زانغريديون حتى كشي الاخر الحلقه، نخليكم تتبعوا لي ديتاي الكل. هوني عندنا 400 غرام فارينه، الفوميو تكون سبيسيال، فما الفارينه نتاع الجاتو ولا الفارينه نتاع الباتيسري. هنا عندنا 250 مليلتر ماء، هنا عندنا 100 مليلتر زيت ويل دو مايس والا ويل دو تورنوسول، زيت نباتي معناها. هوني 100 مليلتر حليب، كابتن عظم معاهم ساشي نتاع لوفور باتيسير اللي هي خميرة المرطبات. هنا عندنا ساشي نتاع سكر فاني وبيان سور معاهم مغرفتين سكر. تويكا باش تبعوني مليح مليح على خاطر الروسات نتاع الكوف هذيا يجيكم قرموشه بنينه، خاطر نعرف اللي نشتيوها برشا وماذا بينا نجربوها وحدنا في الدار الكل. دونك يلا نبداو. اول حاجه باش نعملها، هوني عندي كعبتين عظم. هي الكوف كيما البات نتاع الكريب وكيما البات نتاع البانكيك، الحاجه الوحيده اللي تفرق اللي هي تكون عقده اكثر من الاخرين، دونك ما تكونش ياسر حلوه وفي نفس الوقت برسك لي ميم زانغريديون، جوست الكونتيتي نتاع الفارينه هي اللي تزيد. بيان سور باش نحطوها في الاخر الكل. توا باش نعملوا خليط نتاع الماء. وعلاش باش نحط الماء والحليب؟ على خاطر حاجتي بكا تكستور قرموشه اللي من برا، دونك الماء باش يعاون في الحاجه هذيا باش تجيكم تكستور بنينه وكيما انتوما خيلتوها في مخاف. هوني عندي مغرفتين السكر، باش نحاول نحط الحاجات الكل هوني مع بعضهم. سكر فاني، نخلي كان الفارينه ومعاهم اللوفر نزيدوها مع بعض. دونك هذوما الكل تاو باش نبدلو مع بعض. كان عندكم ميكسور بلونجون والا الاخر الفوي هذاك الكتريك تنجمو تعملو بيه، اما انا الحقيقه هذا سهل. هوني تاو الليكيد نتاعي حضر، باش نجي هنا نحط الكونتيتي نتاع الفارينه والساشي نتاع الخميره نتاع الجاتو. دونك هوني حطينا الفارينه، حطينا معاهم ساشي نتاع لوفور شيميك، هذوما الزوز باش نخلطوهم مع بعضهم ونزيدوهم البريباراسيون هذيا نتاع الليكيد اللي حطيناها. دونك كان فاتتكم راهو لي زانغريديون والدوزاج معناتها مهمين على الاخر، دونك تو نكتب لكم في اسفل الشاشه هنايا لي زانغريديون، سينو تلقاوهم على اليوتيوب نتاع تنويشه مفسره حاضره. باش نزيدو الليكيد هذايا على مرتين ونقعدو بشوية بشوية نخلطو. نبداو نزيدو في البريباراسيون ونخلطوها مع الفارينه اللي حطيناها. نجمو نزيدو نكته ملح، نكته اون بانسيت سيل. راهو البريباراسيون نتاع البانكيك والغوفر من اسهل ما فما، اما لازم الدوزاج الصحيح باش تجيكم حاجه هبال. وهذه هي التكستور كيفاش لازمها تكون، ريتوها عاقده شويه باش نجمو نحطوها في وسط الغوفريه نتاعنا. وباش نبداو توا نطيبوها، تنجمو تخليوها ترتاح شويه راهو، خاطر ديما الفارينه تشرب شويه كمان الليكيد وتعطينا اكثر تكستور مخي. هنايا باش نحطوا شويه زبده فوالا، ونبداو نحضروا الكوفخ نتاعنا. ناخذوا كان عندنا لوش والا هكا كيما انا عندي هذيا كركاب نوزنوا بيه، شفتوها كيفاش عاقده؟ ما نحطوش برشا برشا خاطر ساعات الكوفخيه يطيب في المنشيره ومنشيره لا، كيما انا اللي عندي هذا تو. نسكروا عليها ونستنيوها. يلا خان تفقتوا، هذه هاي طلعت الفوق، شبيها طلعت الفوق. انا نحبهم هكا، ما نحبهمش يجوني كاغي، دونك هكا انا ليديال عندي انا كي تكون هكا. يا ريتوها قرموشه بنينه، خلينا نوريكم كيفاش قرموشه. تسمعوا في الصوت نتاعها، هوني عندي الشوكولا
نعطيوها هكا ضريبه شوكولاته من فوق كيما نعرف هنا، والتقرميشه البنينه والجو. وهذا المطلوب بيان سور لازمها الكوش الفوقانيه اللي بشخشخه بالشوكولاته، على خاطر الكوفر كي باش تجربوها ماهيش ياسر حلوه، بيسكو احنا من فوق نجمو تحطوا فوقها الجلاس، نجمو تحطوا فوقها شوكولا، انتوما وشنو تحبوا معناتها باش تزينوها من فوق التوبيك. فوالا هاو مكعبات الكوفر نتاعنا، شو ما شبهم محليهم يعملوا الكيف. قرموشه لازم نذوقوا كعبه عاد هماله. هبال، هذه التكستور اللي حاشي بها قرموشه من برا تقعد، اون بلوس من قبيله معناتها طيبناها والكل قاعده قرموشه ما ولاتش كلها طريه معناها وطريه من داخل. كان عجبتكم الرسات وتحبوا تجربوها تلقاو لي زانغريديون في اسفل الشاشه، وتلقاو الحلقه كامله على شان يوتيوب تنويشه والا نسمه كويزين. ان شاء الله عجبتكم الرسات. تشاو.